برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. يمكن الكل بيستعد النهاردة، كل من ينتمي لهذا الكيان العظيم، لعيبة، جهاز فني، جمهور، كله بيستعد لحسم لقب الدوري بإذن الله لصالح النادي الأهلي، لقب ال 42 إن شاء الله في حال الفوز على فريق الاتحاد، وطبعا مع كامل الاحترام لفريق الاتحاد، ثلاث نقط غالية علشان يكون عندنا الحقيقة إنه وقت بقى بعد كده إن إحنا نقدر نحضر لأفريقيا، واللعيبة تقدر ترتاح وتجهز كويس قوي لبطولة أفريقيا وهي الهدف الأهم. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة. ثلاث نقط غالية جدا النهاردة بإذن الله. غالية قوي يعني بصراحة. يمكن هي الأغلى يا أحمد. بس انا بيتهيالي انه زي ما قلنا امبارح، هو الفكره طبعا بعد ما برحب بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في السادسه، الفكره الحقيقه مش انه الدرع في الجزيره ولا لا، ده سؤال تقريبا يعني بدون مقاطعه ان شاء الله سؤال محسوم اجابته. هي الفكره ان جمهور الاهلي ما عندوش رفاهيه الانتظار، يعني الناس مش عايزه تاجل احتفالها بالبطوله للماتش اللي جاي، لا احنا عايزين نحتفل النهارده. كل التوفيق لرجاله الاهلي، وبيتهيالي كمان ده واحد من اهم الحوافز قدام الفرقه، يعني الفرقه وهي بتلعب ماتش الاتحاد في ثلاث نقط، واه طبعا الاتحاد طبعا فريق محترم جدا ومقدم سيزن على اعلى مستوى، وطول عمر الاتحاد الحقيقه من الانديه الكبيره جدا في مصر، واللي ماتشاته مع الاهلي بتبقى ماتشات طعمه، ماتشات حلوه، ماتشات فيها كره وما فيهاش تعصب وما فيهاش يعني ما فيهاش حاجه خارج السياق. لكن في الاول والاخر، وانا الحقيقه واحنا يعني بنحضر لحلقه النهارده قبل الماتش بساعتين ونص يا ساره، كان تفكيري مصب على جمهور الاهلي اللي ان شاء الله هيحتفل النهارده، يعني بنتكلم في اربع ساعات من دلوقتي، اربع ساعات ونص ان شاء الله، ان شاء الله نحتفل بحسم بطوله الدوري. دي مشكله كبيره جدا، النادي اللي عود جماهيره طول الوقت انه لازم يفوز بالبطوله، النادي اللي عود جماهيره انه طول الوقت لازم يكون صاحب المركز الاول، لا قدر الله لما بيحصل ويكون صاحب مركز ثاني، ده بالنسبه للعيبه اخفاق وحاله حزن، وبالنسبه للجمهور شيء غير مقبول على الاطلاق. مش بس الفوز يا احمد، يمكن بقالنا فتره بنتكلم عن قد ايه الاهلي مستواه بيتطور من بعد فتره التوقف، وقد ايه لحد الماتش اللي فات ماتش الاسماعيلي يمكن الشوط الثاني شفنا اداء كويس جدا من الاهلي، ودايما جمهور الاهلي طمعان مش انه بس النتيجه تبقى حلوه وانه ثلاث نقط لازم الاهلي ياخدهم، لكن كمان الاداء، وفعلا بنتمنى النهارده كمان ان احنا نشوف اداء كويس من اللعيبه، لانه يا احمد زي ما انت قلت فريق الاتحاد فريق طموح، وانا اعتقد ومعرفش انت هتتفق معايا في ده ولا لا، بس انه دايما اي فرقه بتلعب الاهلي بيبقى عليها ضغط، بس انا شايفه انه الفريق ممكن الضغط عليه ما يبقاش كبير قوي لانه الموضوع شبه محسوم طبعا للاهلي، ولكن الفريق اكيد هيبقى عنده حته انه احنا على الاقل لازم نقدم مستوى كويس قدام النادي الاهلي، وكل لاعب من اي فريق بيلاعب النادي الاهلي بيبقى شايف ان دي فرصه لشهرته، فرصه لصناعه نجم جديد، وهي دي الماتشات اللي بتصنع نجوم يا احمد لما اطلع بشكل كويس قدام النادي الاهلي. مفيش فرقه ساره مش هدفها الفوز على الاهلي، يعني الفوز على الاهلي بالنسبه لاي فريق، كان فريق صغير كان فريق كبير كان فريق عنده تاريخ وبطولات او كان فريق مغمور، بالنسبه للاهلي بالنسبه لاي فريق الفوز على الاهلي ده انجاز ولا اعظم. وخدي بالك انه جزء كبير جدا من التسليط او المساحه اللي بيسلطها الاعلام على متابعه الاهلي ولاعيبته وماتشاته ونتائجه مرتبط بشكل كبير جدا بفرصه الظهور امام عدد كبير جدا من اللاعبين والاجهزه الفنيه، فبالتالي الحقيقه كل واحد بيجي قدام الاهلي ويبذل اقصى ما في وسعه عشان يظهر بافضل صوره ممكنه، على وعسى انه الاضواء تتسلط عليه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على اخبارنا اللي مرتبطه بشكل كبير جدا بالنادي الاهلي واستعداداته لمواجهه الاتحاد لحسم بطوله الدوري رقم 42. نروح لفاصل حضراتكم في السادسه، والحقيقه يعني قبل ما نروح شويه واضح انه الجماهير الاهلي بتحتفل، يعني 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 خلاص الموضوع محسوم بالنسبه لهم، ان شاء الله باذن الله الاهلي يعمل بس ماتش حلو ويطمننا على لعبتنا، يعني جزء كبير جدا من اهتمامات ومتابعه الجمهور مش بس عشان حسم البطوله وعشان الثلاث نقط، لكن عايزين يشوفوا لعبتهم فورمه عاليه، ومع الوقت الحقيقه بنشوف لعيبه بترجع، يعني انا بيتهيالي الماتشات اللي فاتت رجع لنا كام واحد كانوا غايبين عننا، كانوا بيلعبوا موجودين في الملعب بس ما كانش ده مستواهم اللي احنا نعرفه عنهم. شفنا معلول بيرجع، شفنا الشيخ بيتالق، وان شاء الله باذن الله تكتمل كتيبه الاهلي في سبيل الهدف الاهم السيزون ده وهو بطولة افريقيا. ليه بقول كده؟ لانه بيتهيألي انه ما كانش فيه اي وجه للمنافسه في السيزون الحالي على المستوى المحلي، انا بكلم حضراتكم النهارده يعني الاهلي بيلاعب خامس البطوله، احنا بنتكلم تقريبا على
دبل او ضعف عدد النقط، احنا نقطه 71 تحت 36 صح؟ يعني تقريبا ضعف عدد النقط، فرق كبير جدا بين الاهلي مع كامل التقدير والاحترام لكل الفرق، بس انا بتكلم على المنافسه، انا مش بتكلم هنا على الاهلي او على فريق تاني، انا بتكلم على شكل المنافسه. بتكلم على فريق واحد متسيد البطوله بالطول وبالعرض، كل الارقام القياسيه المرتبطه ببطوله الدوري السنه دي مستحوذ عليها الاهلي، اقوى دفاع، اقوى هجوم، اقل عدد من الاهداف، اقوى اكثر عدد من الاهداف اللي سجلها مهاجمين، اكثر عدد من ماتشات الكلين شيت. بنتكلم على رقم قياسي جديد ان شاء الله باذن الله، من او مجموعه ارقام قياسيه جديده يا ساره ممكن الاهلي يحقق السيزون ده لو استمرت المسيره بنجاح ان شاء الله باذن الله لغايه لما يوصل الاهلي لنهايه المشوار. على كل الاحوال هو موسم الحقيقه تسيده الاهلي بشكل كبير جدا، وحتى لو في كانت كبوه او اثنين، احنا بنتكلم كمان على اكثر مرات فوز في الدوري، اقل مرات تعادل، اقل مرات هزيمه، هي هزيمه واحده وتعادلين طول المشوار، وبالتالي بنتكلم على عدد كبير جدا من الارقام القياسيه اللي بيتهيألي هي الدافع الوحيد. يعني المنافسه غابت دايما، لما يبقى في فريق واثنين وثلاثه بينافسوكي ده بيحسسك انه في سخونه شديده جدا في البطوله، لكن الحقيقه انه انت طول السنه تقريبا او طول السيزون بتتكلمي على فرق مريح جدا، فالاهلي بينافس نفسه. يمكن يعني وانت عمال تتكلم على الارقام يا احمد انا عماله افكر انه الارقام دي وان احنا الاقوى والافضل دفاعا وهجوما في الدوري، ومع ذلك برضو بيبقى فيه هجوم شديد قوي على النادي الاهلي من بعض الاعلام، وانه النادي الاهلي فيه اخفاقات وفيه مشاكل، انت متصدر الدوري فرق كبير، يعني احنا ده زي التباعد الاجتماعي فيروس كورونا كده، انت متصدر فرق كبير قوي عن اقرب المنافسين، ومع ذلك بتلاقي لما تخسر ماتش واحد تلاقي ناس عماله تهاجم وتتكلم وانه الاهلي عنده مشاكل في الاداره. انت واضح يعني في مواقف تانية مشابهه، واحنا يمكن ضربنا اكتر من مثل ان الموضوع استهداف لكيان الاهلي، يعني الموضوع مش نقد طبيعي او نقد منطقي لاخفاق نادي بحجم النادي الاهلي او خساره نادي بحجم النادي الاهلي، ولكنه حقيقة استهداف لعرقله مسيره واستهداف لحاله نفسيه للعيبه، ويمكن ما يكونش الهدف بشكل مباشر اللعيبه في الملعب او بطوله الدوري، الهدف ممكن يبقى اكبر من كده بكتير، فكره انه يحصل انشقاقات او مش هقول انشقاقات لانه دي صعبه شويه، لكن هقول انه يحصل حاله من حالات التشتت عند اللعيبه ممكن تاثر على مسيرتهم خصوصا في افريقيا، اعتقد ده واحد من الاهداف اللي كانت واضحه. كمان الحقيقه انه في اوقات كتيره جدا مواقف بيكون في ناس بتتحرك من ورا الستاره، يعني في اوقات كتيره جدا في ناس بتحاول تنتقم من الاهلي في بطولاته، بتحاول ترد الم او بتحاول انها يعني تعوض نفسها في انها تحدث ضرر باي شكل من الاشكال، كان الموضوع اشاعه، كان الموضوع هجوم، كان الموضوع انتقاد غير مبرر، كان الموضوع صفقه بتتم او صفقه هتتم، كل ده الحقيقه أدوات بيحاولوا بيها يعطلوا مسيرة النادي الأهلي، ولكن زي ما بنقول كده هيهات المسيرة الحقيقة مستمرة، والأبطال الحقيقة ردوا في الملعب. أنا كنت في واحدة مرة من المرات كنت بكلم فيها أو بوجه فيها رسالة لعبت النادي الأهلي، قلت أنه طول عمر رجالة الأهلي بترد في الملعب، وأنه رجال الأهلي رجال أفعال لا أقوال، واللعيبة الحقيقة كانوا قد المسؤولية وأثبتوا بده بشكل كبير جدا. احنا بننافس نفسنا يا أحمد، يعني احنا محققين أرقام قياسية الفترة اللي فاتت، بنحاول نكسرها السنين اللي فاتت، على فكرة وبنحاول نكسرها السنة دي. أنا خليني أقول لك يا سارة دي حاجة مش بسطاني، يعني أنا أتمنى أنه أنا أشوف منافسة بس منافسة شريفة، يعني الرياضة دايما قائمة على فكرة المنافسة الشريفة اللي تخلي كل الناس عندها الحرص أنها تطور من نفسها وتطور من إمكانياتها وتطور من ذاتها. بنافس فريق كبير جدا بحجم الأهلي أحاول أطور من مستواي، لكن فكرة المنافسة غير الشريفة، فكرة التخبيط المستمر اللي بسبب وبدون سبب، فكرة الضجة الإعلامية الشديدة جدا اللي حاصلة في الوسط الرياضي والإعلامي في مصر وبدون نتيجة أو بدون مبرر، الحقيقة ما أعتقدش أنه ده يمثل أو يندرج تحت فكرة المنافسة الشريفة بأي شكل من الأشكال. أنا بيتهيألي لو دخل مع النادي الأهلي 3-4 أندية تانيين في منافسة رياضية شريفة، أعتقد ده يصب في مصلحة طبعاً الجميع وفي النهاية مصلحة الكرة المصرية بشكل عام كده. ولو هنتكلم على أرقام يا أحمد، إحنا بنتكلم على أنت أقوى خط هجوم زي ما أنت قلت ب 63 هدف، أقوى خط دفاع ب 8 أهداف، وكلين شيت 19 مباراة، واكثر تسديد على المرمى كمان 162 تسديده، اكثر تمريرات ب 212، فانت بتتكلم على
ارقام كبيره قوي والاهلي بينافس نفسه زي ما بنقول، ومع ذلك بتلاقي كلام في وقت. انت في جمله قلتها لي امبارح حلوه قوي وقبل الهوا، قلت لي احنا في وقت محتاجين اساسا الاهلي بيمثل مصر في افريقيا، ومش الاهلي بس، الزمالك كمان بيمثل مصر في افريقيا، فالوقت ده المفروض يكون فيه دعم لممثل مصر، مش ان انا قاعد بهاجم وبحاول اهد فيه قبل ما انا داخل مرحله حاسمه وهي افريقيا. ده الحقيقه اللي من الاوضاع المقلوبه في الوسط الرياضي في مصر، يعني للاسف الشديد انه اي نادي، مش بتكلم على الاهلي والزمالك، كان مقاولين، كان اسماعيلي، كان اي نادي الحقيقه بيمثل او بيشارك في بطوله افريقيه، هو نادي لا يمثل جماهيره فقط، هو نادي يمثل جماهير الكره المصريه، وبعتقد انه من الطبيعي جدا ان احنا ندعمه، ومن الطبيعي جدا ان احنا ندفعه انه يكمل مشواره بنجاح، على العكس طبعا من اللي حصل مع الاهلي والتجارب كتير. انا مش عايز ارجع لمواقف كتيره جدا ثابته بالدليل القاطع، واحنا اتكلمنا، والحقيقه هم الحقيقه شاركوا في ده بشكل كبير، يعني كل الاصوات الممنهجه اللي اتحركت بناء على توجيه معين او على مصلحه معينه وهجمه النادي الاهلي كانت كاشفه لنفسها بنفسها، ما احتاجناش مجهود عظيم او ما بذلناش مجهود كبير عشان نكشف حجم الاستهداف اللي اتعرضت ليه فرقه النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي، لانه مش بس الفريق الحقيقه، الفريق والجهاز الفني تعرض لده واداره النادي الاهلي تعرضت لده، واعتقد انه الموضوع كان ممنهج وكان مكشوف لكل جماهير الاهلي اللي بشكرها الحقيقه على وعيها، يعني والجزء الفاعل منهم، يعني انا بتاني في قطاع عريض جدا متابع صفحاتنا على السوشيال ميديا، واضح جدا انه الناس قاريه وفاهمه واعيه ازاي الناس دي بتتحرك عشان تعطل مشوارنا، ولكن ان شاء الله باذن الله مستمرين. والاهلي زي ما قلنا لحضراتكم تتغير ادارات، يمشي جيل من اللاعبين ويجي جيل تاني، ولكن الاهلي ككيان عظيم مشواره ممتد بيدعمه جمهور عظيم الحقيقه، مش ممكن ابدا كان الاهلي يحقق النجاح ده ولا الشهرة دي اللي على مستوى العالم ولا هذا الكم الكبير جدا من البطولات لولا انه في ظهره جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي، هو اللي سنده وهو اللي حاميه، والدليل على كده انه في ظل الاوقات اللي شدت فيها الهجمات وكانت في منتهى الشراسة، ناس كتير جدا كانت بتطالب بعودة الجمهور للمدرجات، هم عارفين كويس جدا ان جمهور الاهلي لو حاضر ومالي المدرجات في الملاعب ما اعتقدش انه في اصوات هتجرؤ باي شكل من الاشكال انها تتطاول او تستهدف النادي الاهلي باي شكل من الاشكال. مش عايز اطلع على الحته دي او عايزين نطلع من الحته دي ونروح لجو ماتش الاتحاد النهارده. زي ما قلنا طبعا الاهلي دخل في معسكر مغلق من اول ما خلص ماتش الاسماعيلي وبيستعد للاتحاد اللي بيتهيالي ماتش مهم كمان بالنسبه له، يمكن الاتحاد كان قريب شويه من ان هو يدخل المربع الذهبي لكن عطل كده في ماتشين ثلاثه، والمقاولين حقيقه قدر يفرق بشكل كبير، مقاولين عامل سيزون مع عماد النحاس اكتر من رائع السنه دي، وهنشوف ان شاء الله باذن الله ابطالنا النهارده هيقدموا لنا ايه في الملعب، يعني اتمنى ان شاء الله انه ثلاث نقط يكونوا من نصيبنا عشان نحسم البطوله ونبتدي نفكر بقى على روقان زي ما بيقولوا يا ساره هنعمل ايه في اللي جاي. اكيد ان شاء الله بطوله افريقيه لينا يا احمد. يمكن كمان ريني فايلر بيتسلح النهارده بالاوراق اللي حسمت مباريات كتير الفتره الاخيره وابرزها بادجي طبعا كنا بنتكلم على قد ايه هو من ماتش للتاني للتالت بيتطور بشكل كبير وبيطمنا على هجوم النادي الاهلي، كل ما بيحرز اهداف الحقيقه من ساعه رجوع من فتره التوقف هو بياخد ثقه اكتر بتطمنا عليه. كمان وليد سليمان اللي بنقول عليه جوهره النادي الاهلي وقد ايه وليد سليمان بيثبت ان السن مجرد رقم، لما بينزل وليد سليمان الملعب بيغير شكل المباراه بشكل كبير جدا، ولو شفنا في مباراه الاسماعيلي قد ايه كان بيستموت على كل كوره، وكان مع ان يعني الاهلي كسبان ومع ذلك الحده البدنيه في كل كوره عند وليد سليمان وقد ايه بيستموت على كل كوره كان الاهلي يعني خسران، لا واحنا كسبانين اللاعب ده الحقيقه بيبقى مموت نفسه في الملعب. كمان قفشه، والحقيقه قفشه لما يعني بيستعيد مستواه يمكن في ماتش الاسماعيلي كان افضل، بيفرق مع الفرقه كلها بشكل جماعي. طبعا احمد الشيخ موهبه محدش يختلف عليها، كمان من الاسلحه لفايلر ومعلول طبعا وديانج الحقيقه كان مستواه في مباراه الاسماعيلي هو الشكل اللي كان منتظره جمهور الاهلي من اليو ديانج الحقيقه، وطبعا حمدي فتحي والشناوي حارس مصر الاول، وطبعا مروان محسن. ربنا يحمي الشناوي الحقيقه، الولد مجتهد ومنتمي، يعني من اكتر الحاجات اللي بتحسها في محمد انه الراجل ده مخلص الحقيقه، مدرك تماما لقيمه الكيان اللي هو بينتمي ليه،
سوبر شناوي زي ما حضراتكم شايفين حقيقة، والمستوى عالمي ما حدش يقدر ينكر انه الحارس رقم واحد في مصر. والحقيقة الناس اللي بتشبهه بكبار حراس المرمى في العالم ما اعتقدش انها بتبالغ. كل التوفيق ليه، ويمكن اكتر حاجه من اكتر حاجات كمان اللي بتميز الشناوي انه ثابت، عنده ثبات شديد جدا في المستوى رغم انه احنا وقفنا فتره طويله جدا، لكن ما شاء الله راجل محافظ على نفسه وراجع فورمه. يتبقى ان انا اقول انت اتكلمتي على الشيخ، يتبقى وعلى بادجي، والاثنين دول الجمهور رامي عليهم امال كبيره جدا، لكن ما اقدرش انسى كهربا. كهربا الحقيقه لاعب يتمتع بمقاومات لاعب عالمي، انا مش ببالغ، وده مش بحكم انتمائي للنادي الاهلي، وده رايي فيه لما كان بيلعب مع المنتخب ومع نادي الزمالك. ينقصه فقط بس حاله الاصرار. في لعيبه دايما بتدخل في حاله تحدي مع نفسها مش مع غيرها، وكهربا محتاج يحط كل قوته وكل تركيزه وكل اهتمامه في الملعب، اعتقد ده يفرق معاه بشكل كبير جدا. مهم كمان نوجه رساله لصالح، لانه وانا يمكن اتكلمت طبعا بعد الازمه الاخيره وما دخلتش في تفاصيل كتير عن الازمه، لكن ضايقني انه في كلام كتير جدا كان بيتكتب على صالح جمعه بعد مشكلته الاخيره، واعتقد انه زي ما قلت لحضراتكم وقلت انه الموضوع فيه تحقيقات وفي نيابه، واحنا يمكن هنستنى شويه صغيرين جدا والنتيجه تظهر لحضراتكم. واضح تماما انه الموضوع كان فيه استهداف لصالح جمعه، او خليني اقول اغتيال معنوي لصالح جمعه بشكل كبير جدا بسبب الواقعه الاخيره، لكن خلصنا وعدينا من المشكله. وصالح يعلم يقينا انه هو ليه مكانه خاصه في قلوب الاهلاويه، ويعلم يقينا كمان انه جماهير النادي الاهلي بتستنى تشوف صالح جوه الملعب في كل ماتش وفي كل مباراه. كلام بقى على ان هو مش جاهز فنيا او انه عايز وزنه ينزل، ما في ده ما بيمنعش جمهور النادي الاهلي من انها كل ماتش النادي الاهلي نفسها تشوف صالح في القايمه، ويا سلام لو ياخد وقت في المباراه. لكن الحقيقه انا الرساله هوجهها لصالح جمعه لا تتعلق لا بمكانته في قلوب جماهير الاهلاويه ولا بالموقع او المكانه اللي هو يستحقها كواحد من احسن لعيبه الكره في الجيل الحالي. الرساله اللي بوجهها لصالح جمعه هي انه يا ريت ما تغلطش الغلطه دي في حق نفسك. انا بيتهيالي انك انت بتضيع احلى سنين حياتك، و يعني بتفوت على نفسك فرصه تحقيق انجاز كبير، وانك انت تحقق مجد كبير جدا وتربط وتخلد اسم صالح جمعه في ذاكره جماهير النادي الاهلي اللي جايه لسنين طويله جدا. فما تغلطش الغلطه دي، لان النوع ده من الغلطات هو اللي الناس او البني ادمين بيندموا عليه العمر كله. اتمنى 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 انه صالح يقلب الصفحه ويفتح صفحه جديده، خصوصا انه الفرصه ما زالت قائمه، الفرصه قدامك، الفرصه في ايدك، والقرار انت الوحيد اللي ليك الحق فيه، او انت الوحيد اللي عندك القدره انك انت تاخده. خلونا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم من جديد. يمكن مسؤول النادي الاهلي وجهوا دعوه لمؤمن زكريا لحضور طبعا التتويج بالدوري المقرر طبعا اقامته في اخر مباراه للفريق على ملعبه، وقرر لعيبه الاهلي واداره النادي ان هم يهدوا لقب الدوري ده لمؤمن زكريا بعد طبعا ما تعرض لوعكه صحيه قويه بتمنعه طبعا من هو يلعب في الوقت الحالي. الحقيقه ان دي يمكن خطوه على قد ما هي عظيمة على قد ما هي متوقعة من مسؤولو النادي الأهلي. الحقيقة اللاعب مؤمن زكريا دايما بنقول إن أكتر حاجة ممكن يكون نقدر نقدمها له في الوقت ده هو الدعم المعنوي، سواء كجمهور أو كلعيبة في الملعب. ولما شفناه الحقيقة راح كان مع اللعيبة قبل المباراة اللي فاتت، وقد إيه هم قالوا إن هو أصلا وجوده إداهم دفعة معنوية قوية خلتهم يظهروا في ماتش الإسماعيلي بالشكل ده، ولما بادجي احتفل على طريقة مؤمن زكريا، ولما كمان محمد صلاح في الدوري الانجليزي احتفل على طريقه مؤمن زكريا، وبقت الناس كلها بتتكلم هو ايه الحركه اللي محمد صلاح عملها دي، وعرفوا ان في لاعب مصري بيمر بظروف صعبه واحنا بنقف جنبه. فكل ده الحقيقه ومع اهداء لقب الدوري السنه دي لمؤمن زكريا حاجه عظيمه جدا بيقدمها النادي الاهلي، ويمكن ابسط حاجه ممكن يقدمها لواحد من ابناء النادي الاهلي. ما هو احنا دايما بنتكلم على فكره مبادئ واخلاقيات النادي الاهلي، وانا بيتهيالي انه ده الترجمه الفعليه بقى للكلام ده. اذا كنا بنتكلم على لعيب كان يعني بيمثل النادي الاهلي في فتره من الفترات،
بيمر بأزمة أيا كان نوع الأزمة إيه، لابد إنه النادي الأهلي على كل المستويات مش بس معنويا. يعني طبعا جاست لطيفة جدا أو يعني حركة لطيفة جدا إنه 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 يتم إهداء درع الدوري أو بطولة الدوري لمؤمن زكريا، لكن مش بس الدعم المعنوي، لا كمان الدعم المادي والدعم على كل المستويات سواء الأهلي إدارة وفريق. خلونا نروح وزي ما حضراتكم شايفين كده يعني دي كواليس طبعا داخل فندق أو محل إقامة النادي الأهلي عشان نعرف أجواء الاستعداد لمباراة الاتحاد. معنا كريم الاتحاد. أحمد من فندق المباراة، برحب بيك يا كريم، مساء الخير. مساء الخير عليك زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد ويوم نصر على كل جمهور النادي الاهلي واستطيع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. قول لنا كده يا كريم، اهداء لمؤمن زكريا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله قول لنا كده، طبعا النهارده اجواء ممكن تكون مختلفه، اجواء ماتش الحسم عن اي مختلفه عن اي ماتش تاني، قول لنا كده اللعيبه معنوياتها عامله ازاي والاجواء عندك ايه؟ الحقيقه طبعا يعني معنويات مرتفعه بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، الكل مركز عارف قيمه هذه المباراه بشكل كبير. زي ما اكدنا قلنا يعني نقطتين بتفصلنا علاقه ببطوله الدوري العام، لكن مع الحسابات هي ثلاث نقاط النهارده ان شاء الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي. اكدنا قلنا اللقب يكون مهدى لمؤمن زكريا، والنهارده كمان يعني وصلنا باذن الله طبعا مع الفوز وصلنا الرقم 74، رقم عزيز جدا على كل جمهور النادي الاهلي طبعا وعلى الاهلاويه كلهم، ورقم الشهداء. فالنهارده يمكن هتكون حاله باذن الله معنويه مرتفعه لعيبه النادي الاهلي، لان الهدف واحد، الهدف واحد هو اسعاد كل جماهير النادي الاهلي. الاجواء هنا كالعاده في فندق الاقامه اجواء اكثر من رائعه، الهدوء طبعا في فندق الاقامه امر مميز جدا. لعيبه النادي الاهلي اجتمعت عقب انتهاء طبعا يعني ندور وجبه الغداء، الكل حفز بعضه، الكل اتكلم على اهميه اليوم النهارده اللي ان شاء الله باذن الله يكون كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي، مباراه غايه في الصعوبه. عندنا طبعا غيابات عديده، وايضا كمان على الطرف الاخر طبعا كابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عنده اوراق فنية كبيرة جدا، بيملك ايضا كمان يمكن لعيبة مميزة جدا عندها سرعات، لكن النهارده ان شاء الله مستر ريني فايلر مع رؤيته الاخيرة اللي هي الفيديوهات والمباراة الاخيرة للاتحاد السكندري باذن الله النهارده يكون موفق ويستطيع ان يختار تشكيل مميز ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع بيه ان يحصل على ثلاث نقاط اللي هيفرقوا بشكل كبير جدا معانا، ونقدر بقى نركز بشكل كبير في البطولة الافريقية، الهدف الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. خلاص اقدر اقول لك يمكن اقل من 10 دقائق وتكون المحاضرة الفنية الاخيرة لمستر ريني فايلر هو هنا في فندق الاقامة، محاضرة زي ما اكدنا قلنا بتكون خمس دقائق فقط لغير 7:05 مباشرة. مباشره هيتوجه فريق النادي الاهلي لاستاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه باذن الله. طبعا يعني بنتمنى بقى دعوات كل جمهور النادي الاهلي ودعواتك يا ساره ودعوات احمد باذن الله النهارده يكون يوم تتويج ويوم سعاده ويوم نصر كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي. كريم تكلمنا اليوم مشي ازاي النهارده بالنسبه للعيبه، يعني زي ما هو يوم خاص جدا والجمهور بيتعامل مع ماتش الاتحاد على انها مباراه يعني في غايه الاهميه، ازاي الفرقه وازاي الجهاز الفني تعامل مع اليوم النهارده استعدادا لمباراه الاتحاد؟ يعني نقدر نقول طبعا هو اليوم الاعتيادي قبل كل مباراه، الفطار صباحا 10 صباحا، وجبه غداء بتكون 2 ظهرا، يمكن لعيبه زي ما بقول لك اجتمعت عقب انتهاء وجبه الغداء. النهارده كمان يمكن في امر مهم حابين نتكلم عليه، ان في عدد من اللاعبين اللي خارج القائمه متواجدين، يعني النهارده متواجد حسين الشحات، محمد محمود، كريم ندفد، منتظرين كمان يكون صالح جمعه وسعد سمير متواجدين كمان في هذه المباراه. زي ما اكدنا وقلنا هو يوم تتويج، فالكل لازم يكون حاضر يحضر الفرحه الكبيره اللي بنتمناها النهارده ان شاء الله تكون مع فريق النادي الاهلي. اليوم كان ماشي بشكل رائع ومميز جدا، وخلاص يمكن اقدر اقول لك اليوم بينتهي، يمكن كمان يعني الامن الخاص بحافله النادي الاهلي تواجد واستلم خلاص حافله النادي الاهلي. انت عارف يمكن خمس دقائق بتفصلنا عن استاد برج العرب، الفندق قريب جدا من استاد برج العرب اللي استقبل هذه المباراه. اليوم زي ما باكد كان اكثر من رائع، وبنتمنى بقى يعني الاداء كله والحماس كله والجديه وشخصيه النادي الاهلي كل الامور دي تبان النهارده ان شاء الله في مباراه اليوم. بناكد ان شاء الله باذن الله لعبتنا ثقتنا كبيره جدا فيهم ان شاء الله باذن الله يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. زميلي احمد زميلتي ساره بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا كريم احمد من داخل الفندق محل اقامه طبعا النادي الاهلي واستعدادا لماتش الاتحاد، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه. وبالمناسبه الحقيقه يمكن بناكد على فكره انه النهارده يعني تحسبا ان شاء الله انه الاحتمال الاكبر ان الاهلي يحسم البطوله ان شاء الله النهارده، حتى اللي كانوا غايبين عن الاهلي بقالهم فتره كبيره زي ما كريم بيقول هيكونوا موجودين ان شاء الله في الملعب عشان ان شاء الله نحتفل او تحتفل الفرقه كلها. يعني النهارده نادفيد موجود، سعد سمير، الشحات، صالح جمعه ان شاء الله، ومحمد محمود هيكونوا موجودين مع الفرقه ان شاء الله عشان لو احتفلنا النهارده ان شاء الله بيفوز النادي. لسه طبعا مكملين التغطيه لمباراه الاهلي والاتحاد، وان شاء الله اللعيبه ترجع من اسكندريه بالدوري باذن الله واحنا حاسمين اللقب، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل على الـ يعني الرساله النبيله الحقيقه باهداء اداره الاهلي وفريق النادي الاهلي ده
بطوله الدوري السنه دي لمؤمن زكريا. خليني اقول لحضراتكم كمان ان شاء الله مجلس الاداره هيعقد اجتماع مهم جدا يوم الاربعاء اللي جاي في مقر الجزيره عشان يناقش عدد من الملفات المهمه جدا وعدد من القضايا اللي طرحت على الساحه في الفتره الاخيره، وكمان هيكون في جانب من الاجتماع لمناقشه عدد من اعمال التطوير والانشاءات في الافرع المختلفه للنادي الاهلي. الخبر اللي جاي معانا في السادسه الحقيقه مرتبط باسم واحد من اشهر المهاجمين على مستوى العالم، اتكلم حضراتكم على إيديسون كافاني لاعب البي اس جي سابقا، والحقيقه قصه كافاني والموقف اللي هو فيه موقف لا يحسد عليه. انا بتكلم على مهاجم من عيار تقيل قضى اكتر من سيزون ناجح جدا قاد فيها بي اس جي للفوز بعدد من البطولات حتى من ايام ما ابرا كان موجود. يعني لو تفتكري كافاني لما جه من ايطاليا كان ابراهيموفيتش موجود في بي اس جي وفضل كافاني بيعاني لغايه لما قدر انه يفرض نفسه ويمكن تالق بشكل كبير جدا بعد رحيل ابرا. القصه النهارده انه نجم البي اس جي بيعرض نفسه على انديه كتيره جدا ولم يلقى هذا العرض قبول يا ساره حتى اللحظه. يمكن المفاوضات مع اتلتيكو مدريد فشلت، دلوقتي هو بيعرض نفسه على برشلونه ويمكن بيستغل فكره ان سواريز هيمشي او على الاقل لو هيكمل هيبقى احتياطي، ولكن كل التقارير بتقول ايه؟ بتقول ان برشلونه مش من اولوياتها تماما، بالرغم ان برشلونه محتاجه تتعاقد مع مهاجم الفتره اللي جايه وده مهم جدا وعلى اولويات الفريق من يعني اولويات الفريق، ولكن انه برشلونه مش مهتمه بالتعاقد مع كافاني، موقف لا يحسد عليه. برشلونه مهتمه اكثر بالتعاقد مع ديباي، ويبدو كده انه رونالد كومان بيجهز لتركيبه هولنديه، يعني وهولندا على فكره مرتبطه بتاريخ كبير ومعظم الانديه الهولنديه مرتبطه بتاريخ كبير جدا مع البارسا، يعني كتير جدا من نجوم هولندا كانوا مش بيتصدروا يعني بس يعني بيسافروا من هولندا على طول على البارسا، وعدد كبير جدا من نجوم هولندا على مر التاريخ منهم رونالد كومان شخصيا شاركوا في تحقيق بطولات وانجازات البارسا. كومان النهارده في موقع القياده الفنيه او الاداره الفنيه بينظر لمستقبل البارسا بخطوط هولنديه، عشان كده بقول لحضراتكم انه ديباي حتى اللحظه مهاجم اولمبيك ليونيه، يعني اللي ما يعرفوش لانه الاسم يمكن مش مسمع قوي عندنا هنا في مصر واحنا مش بنتابع ليون بشكل كبير، لكن هو احد ابرز المهاجمين في اوروبا ومهاجم اولمبيك ليونيه تحت نظر او تحت عين البارسا واحتمال كبير جدا ويتم التعاقد معاه. احنا معانا احمد مراسلتنا مريم سميح من النادي الاهلي فرع مدينه نصر، مساء الخير عليك يا مريم. مساء الخير يا ساره، مساء الخير يا احمد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وان شاء الله باذن الله يكون كمان مساء التتويج ببطوله الدوري ال 42 لطبعا القلعه الحمراء النادي الاهلي العظيم. قولي لنا يا مريم، يعني ازاي الجماهير عندك بتستعد للمباراه؟ مش اي مباراه، هي غالبا مباراه الحسم باذن الله في حال فوز الاهلي النهارده. الحقيقه ساره زي ما انت قلتي بالفعل، يعني رغم ان هي مباراه ليست مباراه قمه ولكن تعتبر مباراه الحسم او مباراه التتويج، فكان طبعا التحضير ليها بشكل مختلف تماما. الاعضاء احنا متواجدين هنا بفرع الاهلي بمدينه نصر يعني منذ عده ساعات، يمكن خلال التواجد بشكل مبدئي ما كانش فيه نفس الكثافات اللي بتشهدها او بيشهدها اروقه النادي في الوقت الحالي، طبعا ده مع انخفاض درجه الحراره ويعني الجو بدأ ان هو بدأ يتحسن، فبدأ يكون في كثافات كتيرة جدا من رواد الاهلي بفرع مدينة نصر طبعا علشان يتفرجوا على المباراة اللي مسمينها طبعا مباراة التتويج او مباراة الحسم. يمكن طبعا في جهود كبيرة جدا مبذولة من قبل القائمين على الفرع هنا، سواء طبعا العقيد محمود حزين مدير امن النادي اللي كان لينا معاه يعني حديث جانبي قبل الهوا اتكلمنا معاه، وطبعا هو اكد لنا ان هو بالتعاون مع العميد احمد النحاس مدير فرع نادي بمدينه نصر حرص وحرص شديد ان يكون في تباعد اجتماعي امام الشاشتين العملاقتين الموجودين اللي هيكون في عليهم عرض المباراه ان شاء الله في 8:30 مساء. الشاشه الاولى في المنطقه الاستثماريه بجوار حديقه الاطفال، ودي اللي بيكون قدامها يعني اكتر كثافات، والشاشه الثانيه في منطقه الفود كورت الجديده. طبعا كل الجهد مبذول من القائمين على النادي طبعا فرض تباعد اجتماعي، وكمان في حرص شديد
شديد من الاعضاء بيساعدوا طبعا القائمين على النادي، سواء بارتداء الكمامات او انه يكون عدد معين على الترابيزه الواحده، وطبعا في اجواء حماسيه بشكل كبير. والحقيقه يمكن النهارده يوم او مباراه الاتحاد من مباريات اللي بتحب اللمه، يعني دايما في ماتشات كده في مناسبات معينه تلاقي جمهور الاهلي الاصحاب بيتفرجوا مع بعض، العيله بتتلم مع بعضها. اعتقد النهارده الافرع المختلفه النادي الاهلي هتشهد اقبال كبير جدا عشان الفرحه تكون عامه. خلينا نقول لحضراتكم كمان انه معانا خبر النهارده مهم الحقيقه، غدا والي وزيره التضامن الاجتماعي سابقا في مصر طبعا، ووكيل سكرتير العام للامم المتحده ورئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحده لمكافحه الجريمه والمخدرات، النهارده الحقيقه كانت في فيينا وقعت اتفاقيه مهمه جدا مع جوفاني انفانتينو رئيس الفيفا. الاتفاقيه دي هدفها المعلن طبعا هو التصدي للفساد في المجال الرياضي وتحديدا في كرة القدم وفي كل المسابقات الرياضية. الاتفاقية ليها عدد طبعا من الأهداف المهم جدا، منها على سبيل المثال وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني بهدف التصدي ومنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية، كمان نشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، بالإضافة الحقيقة لعدد كبير جدا من الأهداف. دكتور غدا والي معانا على التليفون، خلونا نسمع ونفهم منها أكتر تفاصيل الاتفاقية وأهم أهدافها. مساء الخير يا دكتور غدا. مساء النور، ازي حضرتك وازي مشاهدينا؟ اهلا وسهلا بحضرتك، شرفانا في قناه النادي الاهلي. والحقيقه يمكن خبر مهم جدا النهارده، يعني بالاتفاق طبعا مع جوفاني انفانتينو رئيس الفيفا تم التوقيع على الاتفاقيه الخاصه بمكافحه وتصدي للفساد في المجال الرياضي. عايزين نعرف فكره حضرتك واهم الاهداف اللي انت بتسعي لتحقيقها من وراء هذه الاتفاقيه. زي ما حضرتك عارف، مكتب يو ان او دي سي منظمه اللي انا مسؤوله عنها معنيه باربع موضوعات رئيسيه: الفساد، الجريمه المنظمه، المخدرات والارهاب. تحت محور الفساد في اكثر من قرار للجمعيه العامه للامم المتحده بالاهتمام بالفساد في مجال الرياضه، وبالتالي كان طبيعي ان احنا نشتغل مع جهتين، اللجنه الاولمبيه توماس باخ في المانيا والفيفا في سويسرا. فالنهارده الحقيقه كان عندنا رئيس الفيفا وتم توقيع اتفاقيه، الاتفاقيه دي هنشتغل فيها مع بعض على سبل وقايه لعبه كره القدم من اشكال الجريمه واشكال الفساد اللي ممكن تقع فيها، سواء بالترتيب المسبق لنتائج ماتشات معينه، انه يكون في شفافيه كامله في كل عمليات التعاقدات اللي بتتم فيما يخص الانديه والاتحادات، ان يكون في تعريف للشباب بقيم النزاهه، ان يكون في تشجيع للاعبين كره القدم ان هم يكلموا الشباب ويكلموا المجتمعات ويبقوا قدوه ليهم في مساله النزاهه والبعد عن الفساد. نساعد الدول في اننا نضع تشريعات ونضع نماذج لقوانين تقدر توقف الفساد وتقدر انها تحقق في التدريب للمحققين في قضايا الفساد الرياضي وقضايا الفساد في كره القدم. دي كلها حاجات محتاجة تدريب لأنها جرائم جديدة وجرائم غير معتادة أو جرائم قديمة بس لم يتم التصدي ليها قبل كده، ففي شغل هيتم بالتدريب. احنا بنتكلم بس يا دكتور غادة على فكرة انه وضع الآليات اللي تحد أو تمنع انتشار الظواهر دي، ولا بنتكلم كمان على أطر مرتبطة ب فكره التطبيق، فكره انه يكون في احنا بنتكلم على التطبيق، لا احنا هنحط اطر وسياسات، هنحط تشريعات، هنعمل تدريبات على مستوى الدول والاتحادات المحليه او الاتحادات الاقليميه زي الاتحاد الافريقي، الاتحاد في مصر والدول وغيرها من دول العالم. كمان هيبقى في مكون لزياده دمج المراه في الانشطه الرياضيه خصوصا كره القدم. كان حاضر الاتفاق استراليا وزيلندا اللي بينظموا كاس العالم للنساء للمراه في كره القدم النسائيه سنه 2023 اللي هيبقى في نيوزيلندا واستراليا، واتكلمنا عن ازاي يبقى في مزيد من السيدات في مجال لعب كره القدم، ولكن ايضا في مجال التحكيم وايضا في مجال المعلقين حتى الرياضيين، وازاي يكون في الاستادات والملاعب تكون مكان امن للمراه، وازاي نشجع المراه والاسره انها تكون متفرجه في الاستاد وتشعر انها محميه وفي نطاق امن. ايضا اتكلمنا عن حمايه الاطفال من كل اشكال الاستغلال والعنف اثناء ممارسه الرياضه، وايضا هنشتغل على موضوع ازاي الرياضه تساعد على يعني منع اتاحه رسائل ايجابيه
للتصدي لقضيه التعاطي والمخدرات. حضرتك عارف الموضوع ده، انا بشتغل عليه بقالي سنوات طويله ومهتمه جدا بقضيه التعاطي والمخدرات طبعا من ايام حتى تولي حضرتك لمسؤوليه الوزاره، وزاره التضامن بالظبط، والمنشطات ما بين ايضا اللاعبين. وكان في زياره لانفانتينو بعد التوقيع، اخذته لزياره المعمل الخاص بالتحليل المنشطات والمخدرات اللي عندنا، وده اكبر معمل موجود في اوروبا، بحيث ان هو يقدر يشوف الشغل اللي احنا بنعمله في تحليل المخدرات والمنشطات، لان في اكثر من 1000 نوع مخدر ومنشط، منهم 300 بيستخدموا في مجال الرياضه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور غاده والي، نموذج مشرف الحقيقه دايما للمراه المصريه، وكل التوفيق ان شاء الله في هذه الاتفاقيه، لانه بعتقد انه حتى مجال الرياضه لم يسلم بشكل كبير جدا من وجود وقائع فساد. واذا كنا بنتكلم على الفيفا، اعتقد طبعا في وقعه شهيره جدا، وقعت حصول قطر على تنظيم كاس العالم، ودي يمكن وقعه دارت حولها عدد كبير جدا من الشبهات. على كل الاحوال خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم من جديد، وخلاص يعني بيفصلنا ساعات قليله جدا عن مباراه الاهلي والاتحاد، باذن الله تكون هي دي فعلا مباراه الحسم، باذن الله يرجع اللعيبه من اسكندريه باللقب، ونشوف نتيجه واداء وثلاث نقط غنيه. كل التوفيق طبعا لكتيبه النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله تفرح جماهيرها بحسم بطوله الدوري العام في ماتشها النهارده قدام الاتحاد. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله، نحتفل مع حضراتكم في حلقه خاصه جدا من السادسه بحسم بطوله الدوري. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله.